السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. في النهاردة ازاي تعمل حساب على أمازون مصر؟ فمعروف إن سوق باكت أمازون، فهم عاملين تطبيق أمازون. في فيديو هعلمك ازاي تعمل حساب على أمازون بكل سهولة. تشرب روح على جوجل بلاي ونحمل تطبيق خاص بأمازون. تطبيق أمازون، بنكتب في البحث اسم أمازون. تشرب بقى كده، بندوس على كلمة تثبيت. ده التطبيق الخاص بأمازون مصر. طيب يا شباب، بعد ما تثبت بندوس على كلمة فتح. طيب يا شباب، فبيفتح لنا بالواجهة كده. بعد كده بنختار الدولة بتاعتك، ولكن أنا أختار مثلا مصر. بعد كده ندوس على كلمة تم. بعد كده بندوس على كلمة هل أنت جديد في أمازون، بندوس على كلمة تاني خيار عشان نعمل حساب. بعد كده بطلب منك الاسم ورقم التليفون وكلمة السر. بنكتب في اسم مستخدم عادي بالعربي والإنجليزي، وبعد كده بنكتب رقم التليفون، بعد كده بنعمل كلمة سر. بعد كده بندوس على كلمة التحقق من صحة رقم الهاتف. يا شباب، بعد كده بيجيلك رمز، بندوس على كلمة سأدخل الرمز بنفسي، هندوس على الخيار ده. بعد كده بيجيلك رمز في رسالة نصية، بنكتب الرمز اللي جالك ده خاص بتفعيل الحساب. بعد كده بندوس على كلمة إنشاء حسابك على أمازون. يا شباب، كده انت عملت حساب بكل سهولة. هندوس على كلمة اللي هو تابع التسوق. كده انت عملت حساب، بس فاضل ان احنا نضيف العناوين. هنروح على الصفحة الشخصية عشان نضيف عنوان الشحن عشان ما ندوبش حنك عليه. ده شباب، بعد كده ندوس على خيار إدارة تليل العناوين عشان نضيف عنوان الشحن. بعد كده ندوس على كلمة إضافة عنوان جديد. ده شباب، ندوس على كلمة إضافة عنوان جديد. بعد كده بيطلب منك اسم مستخدم بالكامل، تكتب اسمك. ده شباب، اسمك الثلاثي. بعد كده بيطلب منك رقم التليفون، بندخل رقم التليفون. بعد كده هنا شباب بيطلب منك اسم الشارع ورقم المبنى. طبعا انت لو ساكن في أرياف فبتكتب لا يطابق أو بتسيبهم فاضيين. بعد كده بتكتب المدينة بتاعتك أو المركز بتاعك، ولكن أنا مرا أبو رجاص والحي أبو رجاص. فتلقينا لما تكتب الحي بتاعك بيجيلك المحافظة اللي انت ساكن فيها. بعد كده بيقولك أقرب معلم، يعني انت اكتب لي العنوان بالتفصيل، او يعني المكان انت فيه ده في مكان حي ومدرسة او علامة مميزة فبتكتب له. بعد كده بنكتب هنا اسم الشارع والمبنى، بنكتب اسم الشارع. وطبعا انت لو ساكن في ارياف فبتكتب لا يطابق او لا يوجد. طيب يا شباب، اما لو انت ساكن في مدينة فبتكتب. طيب يا شباب، من بعد كده بيسألك انت تستلم الاوردر من خلال منزل ولا مكتب العمل، فبختار المنزل. بعد كده بدوس كلمة اضافة عنوان. كده انا ضفت عنوان واقدر اشتري اي منتج، والمندوب بيقدر يشحن على العنوان اللي انا كاتبه. ولكن مثلا هشتري معاكم اي منتج كده، طبعا دي خانة البحث لو تبحث عن المنتج. ولكن اشتري مثلا التيشيرت ده، فبختار المنتج اللي انا عايز اشتريه، بندل تحت وادوس على كلمة اضافة الى العربية، او يعني بدوس على كلمة اشتري الان، ادوس على كلمة شراء الان. هنا بقولك تم اضافة عربية تسوق. وبعد كده بيجيلك هنا الدفع عند الاستلام، فبتحدد. وبعد كده بتدوس على كلمة تابع لمراجعة طلبك، بتدوس على الخيار ده. وبعد كده بيبدأ يشرح لك المنتج، في خلال كام يوم يوصل لك المندوب ويسلمك المنتج. وبس كده.